النهاردة أنا فرحان جدا ويمكن ما نمتش، لكن أنا جاي وكل طاقة وكل حيوية وسعيد جدا إن في مهرجان سينمائي بيتعمل بعد 25 يناير بعد ما شفنا إحباط واكتئاب. يعني عشنا سنة وشوية صعبة مش سهلة، كل واحد بيحب بلده وكل واحد بيحب مصر بجد لازم يهتم بيها ثقافيا وحضريا وفنيا.